شكون اللي ما يحبش يسافر في العالم؟ اليوم انا لقيت لكم واحد لو سيت اللي تقدروا تسافروا لكاع البلدان اللي راكم حابين غير بالموسيقى. لو سيت هذا اسمه راديو جاردن، يشمل كاع لي راديو تاع كاع العالم. تحبوا تروحوا لمصر، كوريا، اسطنبول ولا اي بلد في العالم، ما عليكم غير تكتبوا اسم البلاد وتلقاو لا راديو اللي راكو حابين. نوريكم دوكا كاش تدخلوا لهاد لو سيت كاش تخيروا لا راديو تاع البلاد اللي راكو حابين تسمعوها. قعدوا معايا نبداو. ندخلوا في جوجل كروم، لو سيت هذايا واسمو كيما قلت مقبل راديو جاردن. يجي هنا هاد الشكل كيما راكو تشوفو، جات لا راديو تاع الهند باش راكو تقراو، مكتوب هيت اوف بوليوود. كي تحبو تبدلو بلد عليكم غير تكليكيو على سيرش، مثلا تكتبوا الجيريا. تديكم للجزائر ومنها تخيروا باشان راكم حابين تسمعوا، مثلا راديو جيلا فام. ولا نقولوا كوريا، اقعد في الدار واستمتع مع التلفاز. قولوا مثلا جنوب كوريا، نسمعوا كي بوب. تسمعوا لا ميوزيك اللي راكو حابين في كاع العالم. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، تخليو لي ان جام و ان كومونتير. اذا سيتو لو سيت اكتبوا لي دان دي او ان او باش نعرف بلي استعملته. ما تنساوش تتبعوني تاني على الانستغرام ديالي اللي هو محمد تيغي جويت امين تيغي جويت دريسي، وما تنساوش تبعوني تاني على رحلة معاق في الفيسبوك، نخلي لكم كاع الروابط لتحت. ما تنساوش تقولوا الأصدقاء ديالكم تاني يجيو يتبعونا باش دايما نديركم لي فيديو وتشجعوني نكمل. سلام.